ويعني وغيره عشرات وعشرات من الشباب بسبب إسلامهم. آخر بنت أسلمت الحمد لله ربنا جعلنا سبب في إعلان إسلامها، وإن كان سبب الرجل الذي جاء بها. أسلمت لديكم في المركز أو أعلنت إسلامها في المركز؟ الحمد لله. يعني بنت انفصلت عن أبيها وأمها، فصل عن أبيها وصغيرة، أمها أخذتها ووضعتها في الكوميونتي، يعني في الملجأ. كان عمرها 12 سنة، بتطل في الملجأ لحد ما توصل 18 سنة بالغة فخرجت. طبعا بترى في الملجأ ما تشيب له الولدان شيبة من اختلاط وتحكمات وتعليم للثقافة الغربية البعيدة جدا عن الدين والإسلام يعني. وعندما خرجت إلى الشارع وجدت أن أباها قد سافر إلى فرنسا وأمها يعني تعيش مع رجل آخر، وهذه فتاة عندها 18 سنة. وزاد الطين بلة أن عصابات الشوارع تلقفوها وأخذوا يعني يرغمونها لتقوم بأفعال شائنة، حتى أنها يعني أظهرت بعض ملامحها لبعض النساء كهوها بالنار. لكنها على هذه الأفعال. يجبرها على هذه الأفعال وعندها 18 سنة، بنت صغيرة. لكن هناك رجل يمشي فوجدها تمشي في الطريق فتلقفها، كانت تبحث عن سكن، تكلم معها، قالت وأنا في الكوميديا كنت أعرف بعض العربية والكلمات العربية وأحب هذا الدين. ما مجرد أن أخذها في البيت وعرفها على زوجتي ورأت الصلاة ورأت الالتزام ورأت الفتوحات إلا قالت أنني أريد أن أدخل الإسلام. فجاءت إلينا وأعطيناها بعض الكتب، وبعد أيام قليلة اقتنعت واختبرناها وأعلنت الشهادة أمام الناس ما شاء الله. والآن نبحث لها عن عريس. ما شاء الله، الله أكبر. تبحث لها عن عريس؟ أنت طبعا خارج القائمة. فالحمد لله رب العالمين. وراء أقول لك وراء أكثر من 100,000 أسلموا، كل واحد وراء قصص وقصص غريبة جدا. طب كيف تختبرون من يود أن يدخل في الإسلام؟